لتسليط الضوء على بيان هيئة علماء المسلمين بخصوص استعادة رفاة الأبطال الثورة الجزائرية، الناطق الرسمي معنا باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بكم. الهيئة أكدت أن الشعب الجزائري أعاد لمعنى التضحيات الكبيرة قيمتها باستعادة رفاة أبطال الثورة الجزائرية. كيف تثبت الشعوب والأمم مبادئها، وماذا تمثل استعادة الرفاة من فرنسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهوركم الكريم. حقيقة هذا الحدث هو يعيد إلى الذاكرة وإلى الأحداث أو إلى سطح الأحداث كما يقال، هذه الثورة، ثورة الجزائر العظيمة التي خلد هذا الشعب بمصابرته وجهاده وثباته على هذا الطريق وتضحياته الكبيرة، فهي ثورة المليون شهيد وربما تجاوز المليون شهيد. هذه الثورة العظيمة هي التي خطها أبناء الجزائر انطلاقا من قيم الإسلام العظيمة التي توجب على أبنائها الجهاد ورد الطائر ورد المعتدي. وهذه الثورة العظيمة هي اليوم تحيا من جديد عبر استعادة رفاة هؤلاء الأبطال، لتذكير من نسي ربما أو يحاول أن يتناسى تلك الثورة وهذا الطريق بشكل عام، وعلى الأقل ربما تكريم أو نوع من التكريم لهؤلاء الشهداء الأبطال. برأيكم لماذا احتفظت فرنسا طوال 171 عاما برفاة الأبطال الجزائريين؟ يعني الاستعمار لم يترك منهجه منذ أن بدأ في استعمار بلادنا العربية والإسلامية وإلى حد هذه اللحظة، يعني حتى الغزو الأمريكي في السنوات الأخيرة 17 عاما الماضية ولا يزال على هذا النهج، وهو محاولة الاستهانة بالشعوب التي يستعمرها، وأيضا يحاول أن يأخذ بعض النماذج أو بعض الأمثلة كنوع من الإرهاب لتلك الشعوب، فهو ينطلق من انطلاق استعلائي على لبقية البلدان بقية الشعوب، وهذه النظرة الاستعلائية والاستعدائية في ذات الوقت يعتقد أنها تسبب أو تشكل نوعا من الإرهاب لبقية الناس حتى يضمن خضوعهم وطاعتهم له. طيب دكتور عبد الحميد، ألا تثبت ثورة الجزائر أن الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن؟ يعني تثبت أيضا أنه ليس هناك طريق إلا طريق المقاومة للخلاص من الاحتلال؟ ما ذكرناه وأكدناه في بياننا نحن، وثورة الجزائر تحديدا هي خير مثال تستشهد به الشعوب الحية على المطاولة، فهي ربما من أطول الثورات المقاومة للاستعمار التي لم تهدأ رغم مرور أكثر من 100 عام على انطلاقتها ورغم تقديم أكثر من مليون شهيد. والأمر الآخر الذي هو حدث اليوم يؤكد أنه عدم التنازل عن هذه الحقوق والبقاء المطالبة فيها مهما مرت السنين هو الذي يؤدي في النهاية إلى هذا الأمر. ولذا نرى اليوم الشعوب الحية هي التي تتمسك بهذه الحقوق مهما طال الزمن ولا تتنازل عنها، ولنا مثال أيضا في ثورة شعبنا وجهادهم في فلسطين الذين لم يتنازلوا إلى الآن رغم هنالك الضغوط الشديدة عليهم. ولذا ننطلق منها لكل بلد احتلت أراضيه، ومنها نحن في العراق. لا بد من التمسك بالحق والثبات عليه وعدم التنازل. هناك تقارب بين يعني المحن التي يعيشها العراق وما عناه الشعب الجزائري، يعني المنطلق واحد، وهو هناك استعمار غزو أجنبي يستعمر هذه البلاد سواء كان باختلاف بعض الوجوه أو بعض الطرق والوسائل، لكنه المبدأ واحد وهو احتلال وفرض إرادته على هذا البلد وربما باستعباد أهله و أيضا السيطرة على ثرواته. والأمر الآخر الذي هي المواجهة، يعني ردة فعل هذا الشعب، فشعبنا العراقي ولله الحمد لم يستسلم ولم يستكن لهذا الاحتلال أو يخضع له، وإن كان هنالك للأسف كثير من الأحزاب والجهات الدينية وسياسية وعشائرية وغيرها حاولت أنه تخدر أبناء الشعب العراقي للقبول بهذا الاحتلال وقبول بمشاريعه، لكنها
الحمد لله نحن اليوم نعيش لحظات صحوة لدى أبناء الشعب العراقي وإدراك لمعنى الحرية وعدم الخضوع والرضوخ لهذه المشاريع، مشاريع الاحتلال. نعم، الناطقة الرسمية باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العالي، شكرا جزيلا لك.